مظبوط صح. نقدر نحكي وزي ما حكى الدكتور احنا الاحسن ناخذ كذا راي، يعني ما بزعل الطبيب ولا بقلل من قدره وقيمته انه تروح تستشير زميله او زميل ثاني، او يعني تتعدد الاراء. ممكن تحصل على عدة خيارات. احنا من الناس اللي بنحب حتى بنعطيهم الفحوصات ونقول له استشير، خذ استشارات استشير عشان تتنور. بالضبط. بجوز في مرات يعني حاليا صارت العالم صار منفتح على بعضه، صار العلم بكبسة زر، تقدر تبعت كل معلوماتك لمية دكتور حول العالم. سيمبلي انا بعطيك اسم المرض، انت بكبسة زر انت بتعرف علاج، بجوز تعرف المستجدات قبل ما انا اعرفها. بالضبط بالضبط، لانه انت بهمك هذا. انا بغطي كل المواضيع. بالضبط. انت بهمك بنفسك هذا الموضوع، القصة الصغيرة هاي انت ممكن تاخذها تحطها اونلاين وتعمل ريسيرش وتبحث وتدور. وفي كثير من مرضانا بيجي بيحكي لي دكتور الشغله الفلانيه هيك 1 2 3. حلو حلو. انا بنبسط لما بيكون واعي، لانه بيساعدني بالعلاج. صح، بيساعدني بالعلاج. بكون متفهم بس مع بس بعض المرات يعني حلو يكون واعي بس ما يكونش مش علامه. يعني ما يقلب الجراح. ما بعرف، معنا كمان اتصال. معنا كمان اتصال. السيد احمد ابو علام. الو يعطيك العافيه. اهلا تفضل دكتور، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، تفضل علي صوتك شوي. مسي عليكم. الله يمسيك بالخير دكتور. انا بدي احكي مع الدكتور علاء. تفضل. بس بدي غلبك دكتور، انا صار معي وانا صغير طبعا انضربت عيني بشجره. عملت عملية شيل عدسة. فبال99 شايف ركبت عدسة، شايف، فضبطت عيني 100%. ممتاز. اوكي. شايف في 2003 صار عيني طاط على زراق وعلى بياض. فرجعت الدكتور فقالوا لي هاي العدسة بدنا نشيلها. فالعين كبرت، نفس العين كبرت، شايف، ووقعت العدسة داخل العين وبدنا نشيل لك اياها. اها اوكي. حاليا هسه عيني طبعا يعني زرقاء وبيضة. رجعت اكثر من دكتور فبقولوا لي القرنية، تلفت القرنية. ورجعت دكتور ثاني بقول لي الكرات الحمراء والبيضاء اختلطن ببعض. ورجعت كمان دكتور، يعني كل دكتور بحكي لي شكل. طيب ما في ولا طبيبين اجمعوا على ولا طبيب تشخيص على شيء. اخر دكتور طبعا كم دكتور شفت؟ كثير، تعدش. اها. شايف اخر شيء قالوا لي عينك هاي خلص يعني. طبعا انا بشوف فيها يعني على مستوى، بحط ايدي قدامي شايف بشوف فيها. اها اها اوكي. ايش السؤال؟ السؤال هسه بتقدر يعني الى علاج؟ هل يوجد علاج في هذه الحالة؟ إن شاء الله بنحاول ناخذ جواب من دكتور علاء هلا. شكرا على اتصالك. شو رأيك؟ هلا يعتمد هو إمتى أصيب بالضربة. إذا كان في سن مبكر في مرحلة الطفولة هذا بيكون ضررة حتى مش الشبكية، بنصير نسميها الكسل البصري. مركز الدماغ لم يتمرن على إدراك صور من هذه العين. هلا على الوصف اللي هو عم بيوصفه، لا انه هو بعد وضع العدسة صار يبصر 100%. اوكي. هلا في مرات من المشاكل انه العين، العدسات بنحط مرات بالحجرة الامامية، بنحط مرات بالحجرة الخلفية، بتكون العدسة غير ثابتة بسبب الضربة نفسها، انه المكان اللي وضعت فيه ما بتحملها، قد يؤدي الى ضرر بالقرنية. انا اللي حاولت افهمه من كلامه انه صار في عنا مشكلة بالقرنية. اللي بيضت القرنية او ازرقت. فهذه بيكون هذا موت بالقرنية، يعني هالقرنية فيها تشوز ولا ما فيها؟ هلا القرنية فيها هي اصلا اتس ان افاسكولار اورجن، اصلا ما فيها شعيرات دموية. القرنية الكويس انه ممكن تبديلها. انا العضو اللي عندي فيه مشكلة اذا تلف اللي هي الشبكية، لانه زي ما حكينا هي عبارة عن اعصاب. اذا تلفت الاعصاب لا يمكن تجديدها. اوكي. في هلا حاليا دراسات عم محاولة زراعة الخلايا الجذعية، بس لسه
اندر ترايل عشان نغطي عشان ما احكيش لا يمكن حكينا لا يمكن عم بنقول المتعارف عليه والمتوفر من ما حولنا او ما عمل فيه اكثر شيء طبيا. الشبكية لا تتجدد الشبكية هلا قرنية تتجدد. اذا كانت المشكلة بالقرنية ممكن زراعة قرنية ممكن زراعة عدسة بس احنا المصيبة اذا انضربت الشبكية الا وهي مركز استقبال الاشارات للدماغ بالضبط يعني بالزبط. خلينا نقول هيك طيب ان شاء الله يا رب يا احمد انه انت تحاول تلاقي انا بقول نصيحتي له انه يحاول يحصل على تشخيص اهم يمكن دكتور من بس العلاج بالضبط لقينا التشخيص إذا وصلنا الى حاول تلاقي فريق برجع بقول لك توجه لمراكز اكاديميه اذا هالقد متغلب بالتشخيص هذا اللي حكيته باول حلقه يتوجه لمراكز اكاديميه اتوقع هذا ممكن يساعده جدا حتلاقي عده اخصائيين في مكان واحد اوكي ممكن ان يدرسوا حالتك علميا ويعطوك الجواب الصافي ان شاء الله طيب قبل ما ناخذ كمان شوية اتصالات شو الحل لمشكلة نرجع بنذكر كنا عم نحكي عن اللطخة الصفراء تنكس اللطخة الصفراء الشيخوخية والله أنا شاطر تنكس اللطخة الصفراء الشيخوخية كيف ممكن نحلها شو علاجاتها كعلاجات زي ما حكينا احنا وظيفتنا تأخير استطاعتنا تأخير المرض تأخيره أو نوقفه عند ما هو عليه إصلاح خلايا عصبية لا تصلح احنا فاللي انا يعني اذا خلينا عشان نوضح له اذا خربت الخلايا العصبية خلص شغلنا انتهى ما عاد فينا نعمل اشي احنا انتهى الموضوع بس اذا احنا ادركنا المريض في مراحل مبكرة خلينا نقول ممكن العلاج وقائي اكثر عن طريق الفحص المبكر انا بحب كلمة الفحص المبكر فحص مبكر يا اخوان فحص مبكر للعيون يا مشاهدين الاعزاء بننصحكم هاي دكتور علاء عم بيحكي بكل وضوح ثلاث ارباع مشاكلكم احنا ممكن نحللكم اياها بالفحص المبكر والله كلامه ذهب على فكره ثلاث ارباع الطب مش ثلاث ارباع 90% صح. منه بنحل بالفحص المبكر الفحص الروتيني وانا الحلقه الماضيه كانت اول نصيحه لي بالحلقه وخصوصا انا بشمل فيها المجتمع كله بس خصوصا لرجالنا الكبار احبائنا ابائنا جدودنا شيوخنا اللي ما بيحبوش الطبيب هذا غلط روحوا وافحصوا دوريا كل سنه والكبر عبر زي ما بقولوا يعني له حقه بدي ياخده يعني سيدي هذول بركتنا وهذول اللي احنا الواحد بيحاول قدر المستطاع انه يكرمهم ويكون يعني يقدم كل جهوده معاهم دائما دائما هلا انا بالنسبه لي بنصح اي واحد تجاوز سن الأربعين تجاوز سن الأربعين انه يفحص لتنكس اللطخة الشبكية افحص الشبكية فحص كامل يعني خلينا نحكي فحص طبي في العيادة هلا احنا المرحلة الأولى اللي هي الفحص السريري أو الفحص بالعيادة خليها كل سنة مرة إذا لا والله في عنا أقارب العائلة عندهم هذا المرض أو الناس المدخنين وإحنا نسبة التدخين عنا بالأردن عالية جدا نعم. إذا أنت شاكك أو في أي خلينا نتابع خلينا نتابع بالفحص المستمر إحنا بندرك المرض في بداياته بنتدخل سريعا عشان نوقفه في بداياته ما يتقدم معقول يكونوا خايفين دكتور المرضى كثير من هل يمكن طب خلينا نوعيهم هل يمكن ان يستغلوا مرضى العيون من قبل بعض الكوادر الطبيه يمكن مع الاسف ان نقولها احنا نحترم جميع زملائنا ولا نشير باصابع الاتهام لاي احد بس من هدف التوعيه للمجتمع اللي انا بلاقي فيه كثير بمجتمعنا تخوف من الاطباء مع انه انا باكد لكم والله الطب يمكن اكثر بلد متطور فيه عربيا هو الاردن الحمد بتفوق لله. عالمي يعني بننافس على مستوى رائع عالميا بكل امتحانات وفخورين بخريجينا عموما وذات بالعيون وطب العيون بالذات طبعا عندنا مستشفيات العيون لحالنا طيب بدي اقول دكتور ممكن انه هل بدي اسالك يعني هذا يمكن مش ممكن اساله لاي طبيب هل وارد كيف ممكن يتفادى المريض نعطيه حل انه لا يستغل ويأذي عينه يعني هو مش خايف انه يخسر مصاريه الواحد بيكون خايف يخسر عينه أوكي. يقع مع احنا بنرجع للنقطه يعني. النقطه اللي بدينا فيها انت شاكك في زميل له خذ زملاء له خذ اكثر من استشاره بتاخذوا اكثر من استشاره بتتفادوا انه لا سمح الله يغتصب حقكم الصحي او الطبي او يشار لكم الى علاج يمكن بتكونوا بغنى عنه عدد الاستشارات المكثر هو سيدي احنا من الناس بمستشفانا احنا بنعمل الفحوصات بنعطيها للمريض بنقول له روح فكر استشير
استشير وبعدين ارجع للعلاج اذا انت مقتنع بالعلاج. انا من الاطباء بحكي لهم فوتوا على المكان الفلاني مكان الفلاني على الانترنت اقرا عن مرضك قارن الصور بالصور اللي بتشوفها في اذا اقتنعت صح. ارجع ما اقتنعت انت حر. والله نصائح من ذهب بنشدد على كلام الدكتور علاء. معنا اتصال من سيد محمد. الو الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. تفضل دكتور. اهلا وسهلا. تحياتي لك للدكتور علاء. الله يخليك يا رب. يا استاذ لو سمحت بدي اسال عن ضغط العيون. تفضل دكتور علاء كله تحت تصرفك. اهلا وسهلا. انا عندي ضغط بعيون الثنتين من قبل 5 سنين تقريبا. الو ايوه تفضل سامعينك. انا عندي ضغط بالعيون من قبل 5 سنين تقريبا وكنت اتعالج له بقطرات. بعدين احد العين اليمين ما عاد تتجاوب مع قطرات الضغط صار ضغطها يوصل ل 38 و40. فعملت لها عمليه فلتره للضغط بحكوا لها اوكي وعمليه سد وظلت حوالي 9 شهور بدون قطرات ضغط. بعدين الضغط رجع لها مره ثانيه صار ضغطها حاليا 16 والعين الشمال اللي ما فيها عمليه 14. اوكي بس لما عملوا لي صوره للعصب البصري ولقاء العين والساحه البصريه الدكتور حكى لي انه عندك 70 الى 80% من العصب البصري تالف ونسبه التقعر بالعصب البصري 95% واصله. علما انه في بدايه علاج الضغط ما كانت هيك يعني مع القطرات زاد الوضع سوء. انا سؤالي سمعت من دكتور مصري على احدى المحطات الفضائيه القنوات الفضائيه حكى بالحرف الواحد انه احنا علاج الضغط علاج مؤقت وعم نحاول ندفع بعمليه العمى لسنوات متاخره. يعني المريض الضغط العيون اللي بيقولوا له زرق وحكى بالضبط اذا طال فيه العمر ببطل لا قطرات ولا عمليه تنفع معه بالاخر نهايته الى العمى. هل هذا يعني حكى تقريبا يعني بعد 70 ل 80 هل هذا الكلام دقيق ولا لا دكتور؟ اوكي انه عمليه علاج ضغط العين هي عباره عن عمليه تاخير للعمى. عمليه تاخير يعني انت في تدهور يعني نهايه وصل. اذا طال العمر في المريض لابد انه ينعمى. اوكي وصل سؤالك ان شاء الله. احنا هلا رح نحكي عن يعني انت استبقتنا احنا رح نحكي عن الزرق والموضوع الثاني اللي حب الدكتور علاء انه يحكي لكم عنه اليوم. وهلا قبل ما نبلش على الهواء قال لي حنبلش بالتنكس وبعدين بدي احكي عن الزرق. هلا قبل ما نحكي لكم عن الزرق برضو رح اسجل هون الزرق ورح نرد عليك. معنا اتصال تاني سيد رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا تفضل. الله يعطيك العافيه انت والدكتور علاء. الله يعافيك ويسلمك يا رب. بدي احكي لك يا استاذ عندي انا خمول بالشبكيه. نعم خمول بالشبكيه. خمول بالشبكية. كسل او خمول قال الدكتور بالعين اليسار شايف. اها يعني تعالجت وهذا ما بدري انه في علاج لخمول الشبكية ولا ما فيش. وبلبس نظارة كنت البس نظارة طبية بعدين انكسرت وراحت صرت البس نظارة من اللي بيبيعون على البسطات في جهة القراءة هذول مليارتين زي هيك. هل بتأثر على النظر هاي النظارة اللي يعني تباع من غير مراكز صحية مش تفصيل يعني تباع على البسطات يعني معنى ثاني. أوكي. وهل في ليزر بينفع لخمول الشبكيه؟ وشكرا لك وللدكتور علاء. الله يسلمك. اوكي وصل سؤالك اهلين. طيب دكتور قبل ما بتحب نجاوب السيد رائد عن كسل الشبكيه لانه يمكن كنا باخر مواضيع اللطخه زي ما كنا عم نقول يمكن هذا يساعد انه نحكي بهذا الخمول او الكسل البصري هو ليس خمول بالشبكيه نفسها. هو خمول بمركز الإبصار في الدماغ. من مرحلة الطفولة ينمو مركز الإبصار يتدرب على استقبال الصور لغاية سن معين. في ناس بيحكوا 6 سنوات في ناس بيحكوا 8 سنوات في ناس راحوا لسن 12 سنة. هلأ إذا كان منعت العين من الإبصار في هذه السنوات فمركز الإبصار في الدماغ ما نما نمو طبيعي ما نما ليس شكليا وإنما وظيفيا لم يدرب فبصير في عنا ما نسميه بالكسل البصري. بأنه مركز الإبصار لهذه العين لا يبصر.